وجهة على نظرك حاجة. انا هي دي وجهة قول نظري. لي وجهة نظرك. وجهة نظري دي انت عايز تطبقها على رمضان، على امام، على اكس، على أيوة واي. بس في الاخر ده انا بقول لك ما هو مبادئ النادي انا هاخد طرف الغائب. طب خليني اكمل لك واعلق زي ما انت عايز. ماشي. هتقول لي رمضان مش هيرجع النادي الاهلي مثلا، او ما ينفعش يرجع الاهلي لان الجمهور زعلان بسبب اختياره وهيهاجمه، اوافقك. هتقول لي رمضان ما ينفعش يرجع الاهلي لان كبرياء المسؤولين لن يسمح ان هم يفتحوا باب التفاوض معاه تاني بسبب ان هو اختار بيراميدز وقت ما كان قدام الاهلي، اوافقك. تمام. انما هتقول لي قيم ومبادئ النادي لا تسمح، اقول لك لا، انت كده بتناقض نفسك وبتكيل بمكيالين. لان ما ينفعش لما الامور تبقى في صالحي يبقى المرجعيه احتراف بس وتغاضى عن اي حاجه تانية، ونادي بقيم ومبادئ لما الموضوع يبقى عكس رغبتي. الجمهور من حقه يزعل من رمضان لان هو ما اختارش النادي الاهلي، 100%. الجمهور من حقه انه يشجع اي لعيب ويتغاضى عن ماضيه ويتغاضى عن قيمه ومبادئ لمجرد ان اللعيب اختار وجهه يلبس فانيله الاهلي او يلبس فانيله ناديه. انما هتحاول تقحم المبادئ والقيم في الموضوع عشان تدي لرايك وزن اكبر من مبررات وهميه، ده لا اسمه تشجيع ولا اسمه وجهه نظر، ده اسمه تدليس. بس فخلينا نمشي الموضوع. انا الموضوع بقى ماشيه على رمضان، ماشيه على امام، ماشيه على قبل كده ارجع، ماشيه على عصام الحضري، ماشيه على كل الناس اللي خرجت وتتعامل عليهم كيس. في الاخر لازم افرق ما بين حق الاهلي وحق النادي او حق الزمالك وحق المسؤول، لان ما ينفعش اخلط الاثنين ببعض واقول ان ده حق النادي. لا، في فرق كبير قوي بين المسؤول، لان انا لو حد غلط في حقي ما ينفعش اغلط في حق النادي، هو غلط في حقي كلاعب. طب انا حتى الكلام ده عشان انا بقول للجمهور اعرف حتى مرجعيه قبولك ورفضك جايه من ايه. لو انت رافض رمضان وكرهه او رافض اي لعيب مشي من الاهلي لمجرد ان هو اختار فانيلا تانيه، حقك للسبب ده بس. انما بلاش تقول اصل القيم، اصل المبادئ، لا بلاش. القيم والمبادئ دي حاجه فيري فاليبل، فبلاش نحطها في وجهات نظرنا عشان بس نبين ان احنا راينا ليه وزن. انما في الاخر ده هيبقى ما اسموش وجهه نظر، انها ما فيهاش اي منطق. بس طيب. انا شرحت لك الحق والقيم والمبادئ والفرق ما بين كل حاجه عشان ما نخلطش الامور ببعض.